السلام عليكم، نتمنى لكم تكونوا كاملين مزيانين. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا نهضروا على تيماتيك جديده واللي هي السيكل ديتود دكتورال ولا الدكتوراه ولا البي اتش دي ولا الاطروحه ولا لا تيز، عندها بزاف ديال السميات. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا كلكو كاسيون اللي هما اللي غادي نشرحوا بهم شنو هو هذا السيكل هذا وشنو كيفاش توصلوا عليه هكذا. دونك باش ما تضيعوش الوقت ديالكم، ديجا حطيت زعما لو بلون ولا لونسوم ديال لا كاسيون اللي غادي نجاوب عليهم. يعني الا كنتي بغا الا عندك واحد من هاد لا كاسيون راه تقدر زعما يعني هاد الفيديو غادي يعاونك، الا ما كانش المهم انا غير نسهل عليكم باش تعرفوا الكونتوني ديال الفيديو شنو كاين فيه. و الا ما كانوش زعما واحد دوك لا كاسيون اللي عندكم في بالكم ما كانوش بين هادو، تقدروا تكتبوهم في الكومونتير وديك الساعه ان شاء الله نجاوب عليهم في شي فيديو اخر ان شاء الله. دونك نبداو باول كاسيون اللي هو لي كونديسيون ديال اليجيبيليتي لانسكريبسيون في الدكتوراه. يعني كيفاش شنو هي الكونديسيون ولا لي كونديسيون اللي خاصك غير باش دير لانسكريبسيون، يعني باش تكون اليجيبل ولا قادر انك دير لانسكريبسيون في الدكتوراه. كاين كونديسيون واحد ماشي دي كونديسيون، كاين واحد اللي هو خاص يكون عندك ماستر بونسيون، يعني ابارتيغ ديال 12 تقدر تدفع الدكتوراه ما كاين حتى شي مشكل. ندوزو ابخي هو شحال ديال لي زاني اللي خاصك باش تكمل دكتوراه. دونك هنا بالنسبه للدكتوراه لا ديوري ديالها معروفه، يعني اونتر تتكون اونتر 3 اون حتى 6 اون. هنا سا ديبون، مي غادي نشوفو شنو هما الحوايج اللي تاثروا على هاد لا ديوري هادي. مي غير خاصكم تعرفوا انها راه محصوره بين 3 اون و 6 اون، يعني ابخي 6 اون فاش تساليها ديك الساعه غادي خاصك ضروري انك تسوتني، ضروري خاصك تساليها، ما خاصك ما تبقاش غادي تزيد في لي زاني. الماكسيموم هو 6 ans. دونك شنو هما الحوايج اللي تاثروا على هاد لا ديوري هادي؟ اول حاجه كاين الماتيريال، يعني مثلا فاش تختار واحد السوجي، المهم بالنسبه لذاك الشيء اللي هو تكنيك، يعني ماشي شي حاجه اللي هي فيها مثلا ستاتستيك ولا غادي تمشي مثلا دير ابيديميولوجي ولا شي حاجه، يعني تنهضروا غير على شي حاجه اللي هي براتيك، يعني مثلا بالنسبه للبيولوجي ولا بالنسبه للشيمي ولا شي حاجه اللي تتطلب الماتيريال. هادي هي الحوايج اللي تتاثر على لا ديوري، يعني واش كاين الماتيريال ديسپونيبل ولا لا. كاين سوجي، حيت كاين دي سوجي اللي دي فوا يعني ما يقدروش ما تقدرش انك تكملهم في 3 اون، يعني كاين تيكونوا طوالين بزاف ولا الريزولطا ما تيخرجوش ولا بزاف ديال الحوايج. دونك تو ديبون السوجي و تو ديبون لي ريزولطا ديالك، يعني كل ما خرجتك ريزولطا كل ما راه مزيان. و اون بلوس كاين دي كونديسيون، يعني باش تقدر تسالي الدكتوراه ديالك راه خاصك تبيبلي واحد الارتيكل ولا دو، ما عرفتش مازال ما جو سوي با سيغ شحال ديال لي زارتيكل خاصك تبيبليه، مي شحال هادي كان سولمون ارتيكل واحد. وديك الساعه ان شاء الله نهضروا على هذه القضيه ديال لي زارتيكل اتسيتيرا في شي فيديو اخر ان شاء الله. المهم هنا بالكونديسيون الثانيه ولا الحوايج اللي تاثر على لا ديغي راه هو السوجي. دونك يقدر يكونوا جوج ديال لي دكتورون عندهم دو سوجي ديفيرون، يقدر واحد يكون سالا قبل من الاخر. هنا كيف قلنا تو ديبون داك السوجي، يعني كاين لي سوجي اللي تياخذوا بزاف ديال الوقت عادي. كاين ثاني حاجه هو لونكادغمون، يعني سا ديبون عاوتاني على لونكادغمون على المهم لي كونديسيون ديال لونكادغمون، واش كاين زعما تيعاونك لونكادغون ولا لا. المهم هادي تتبقى اونتر بارونتيز، يعني خاصك ديجا فاش تبغي تختار الدكتوراه ولا شي حاجه خاصك تشوف لونكادرون ديالك اللي يكون تيعاون ولا اللي يكون تيوفر لك لي كونديسيون ديال الترافاي ايتترا. ابخي كاين البروجي، كاين دي فوا تيكونوا دي سوجي ديال لاتيز اللي تيكونوا داخلين في واحد الاطار ديال بروجي، يعني فاش يكون بروجي صافي ديغ راه تيكون ممول، يعني تيكون موفر لك كلشي. كاين دي سوجي عاوتاني اللي ما تيكونوش داخلين في كادر ديال البروجي، يعني تيكونوا دي سوجي عاديين. دونك هذوك اللي تيكونوا في البروجي راه تيكون ممولين، كاين تيكون الماتيريال تيكون كلشي، يعني هادو تيكونوا مزيانين مخيرين. كاين اون بليس هي لومبيسيون، يعني هادشي كامل قبل ما نهضروا زعما على هاد لي كونديسيون اللي هضرنا قبل، خاص تكون يعني دي بوان عاوتاني داك ليتيديون اللي بغا يدير لا تيز، واش انت اومبيسيو، واش انت تتعجبك لا ريشيرش، واش يعني عندك الخاطر لا ريشيرش، واش المهم بزاف ديال لي كونديسيون اللي هي بيرسونيل، يعني سا دي بوان على البيرسون واش زعما عنده الرغبه في ديك لا تيز، واش زعما دارها عن حب ولا لا. دونك فوالا هذا من بين لي كونديسيون اللي مهمين بزاف صراحه، قبل ما تشوف لي شوز الاخرين تشوف انت راسك واش انت باغي دير دكتوراه، واش تقدر تكمل الدكتوراه، واش عندك النفس انك تكمل 3 اون ولا 4 اون ديال لا ريشيرش اتسيتيرا.
وكاين اون بليس دو سال بور لي سالاري ولا الخدمه، يعني كاين دي جون اللي تيديروا الدكتوراه و تيكونوا خدامين، يعني دي فوا تكون خدام و ما تيكونش عندك بزاف ديال الوقت باش تكون في اللابو ايتترا، دونك حتى لهاد هاد الحاجه اللي تتاثر حتى هي على لا ديوغي ديال باش تكمل الدكتوراه. يقدر يكونوا دي كونديسيون اخرين، المهم هادو هما الاسونسييل. ندوزو ابخي فوقاش تكون لانسكريبسيون و اون بلاتفورم. دونك بالنسبه فوقاش تكون لانسكريبسيون راه كي مكتوبه هنايا تتكون في لو ديبي ديال اكتوبر، المهم شهر 10 تقريبا عاد تيبداو يلوحوا لانونس ديالها باش تكون في اخبار الجميع، وعاد ابخي تشوف دوك لي بروسيدور وكيفاش تدوز و فين تتكون هاد لانونس هادي. غالبا في لي سيت ديال مثلا كنتي في اف اس تي ولا اف اس، راه غادي افيشيوها ليكم في السيت ديالكم، ولا اون جينيرال تيكون في لونيفرسيتي، يعني السيت ديال لونيفرسيتي مثلا عبد الملك السعدي ولا القضائيه اكسترا. دابا البروسيدور ديال الانسكريبسيون، يعني دابا انا عندي مونسيون اكسترا وبغيت ندير الانسكريبسيون ديالي في الدكتوراه، تدوز باربعه ديال المراحل. اول مرحله واللي هي ديال تيكونوا الاساتذه تي اجوتيو دوك لي سوجي فواحد البلاتفورم، يعني تتكون بلاتفورم ديال الانسكريبسيون. اول ايطاب خاص يجي البروف يحط السوجي، دونك تيحط ديك السوجي، هذيك هي ليطاب الاولانيه، يعني تدوز واحد ديك لا ديغي، ابخي تجي لا ديغي ديال الانسكريبسيون اون لين. دونك فهاد لا ديغي ديال الانسكريبسيون اون لين تدير الانسكريبسيون ديك الساعه وتدخل لي زانفورماسيون ديالك اتسيتيرا. المهم هذه خاصه بلي كونديدا، يعني تدخل لي زانفورماسيون ديالك، تختار السوجي اللي بغيتي وصافي، تكمل الانسكريبسيون ديالك وابخي تيصيفط لك واحد الغوسيو اتسيتيرا ديال الانسكريبسيون. ثالث ايطاب هي لا سيليكسيون ديال لي دوسي ولونتروتيان، يعني دوك الناس اللي دفعوا تيشوفوا، يعني دوك لي بروف تيدير واحد السيليكسيون، يعني دوك لي زيتوديون اللي عجبهم البروفيل ديالهم و تيدوزوهم لونتروتيان باش يدوزو باش يقدروا يختاروا لي كونديدا اللي غادي ولا لي دكتوراه اللي غادي ياخذوا داك السوجي. واخر ايطاب هي الانسكريبسيون ادمنستراتيف، صافي تجيب الورق ديالك تديبوزيهم وصافي تبدا الخدمه ديالك في اللابو ولا سا ديبون فين على حسب السوجي اللي غادي تختار اللي اختاريتي. ابخي كاين الكاسيون الاخر هو واش كاينه واحد لابورس ديال الدكتوراه. دونك هنا بالنسبه للدكتوراه كاينين جوج ديال لي تيب ديال لي بورس، كاينه واحد البورس ديال المينيستر يعني تعطيها الوزاره وهي تقريبا 1000 درهم للشهر، ما هادي ما تعطاش 1000 درهم كل شهر، ما تتعطى سوفو ديال اني بحال الشكل ديال البورس العاديه، كل 3 موا تعطيو تقريبا 3000 درهم في 3 موا. وكاينه بورس ديكسيلونس، هاد البورس هادي تبارك الله كبيره، مي كيف تتسمى بورس ديكسيلونس، يعني ماشي اي واحد تياخذها، وخاص يكون عندك واحد الدوسي اكاديميك يكون مزيان، يعني يكون عندك لي مونسيون. ديك الساعه ان شاء الله نقدر ندير فيها فيديو حيت تري انتريسون، تعطيو تقريبا شي 300 بورس في العام السنه ريستي، يعني ديال البحث العلمي في المغرب، تي زعما تري انتريسون، يعني باش 3000 درهم في الشهر راه مزيانه، يعني اونكوراجونت باش تكمل الدكتوراه ديالك في دي كونديسيون مزيانه. وان شاء الله نقدر ندير فيها فيديو اخر نشرح زعما شنو هما لي كونديسيون، حيت هادي تو ديبون، حيت تخرج بالنسبه لكل ديسيبلين، مثلا بالنسبه للجيولوجي بالنسبه للبيولوجي كل واحد، المهم تحسبوا لك واحد بحال تقول واحد المعدل، وداك المعدل خاصو يكون يعني في داك لي كونديسيون اللي طالبين. المهم ديك الساعه ان شاء الله نديرو فيديو بوحدو ونشرحو القضيه ديال هاد البورس ديال الاكسيرونس. و ابخي هي يعني اخر كاسيون هو اللي بقى ليا، هو واش نقدر نخدم وندير الدكتوراه في نفس الوقت. هنا تو ديبون لونكادرون ديالك، يعني كاينين دي زونكادرون اللي زعما ما عندهمش مشكله افيك لو طرافاي، كاين اللي عندهم مشكله افيك لو طرافاي، يعني هادشي راه حاجه عاديه، يعني راه معروف كيف قلنا قبيلات انه زعما من بين الحوايج اللي تاثروا على لا ديوغي باش تكمل الدكتوراه ديك هي الخدمه، يعني راه تقدر تخدم ودير الدكتوراه مي باش يعني باش تسال، حيت اللي معروفه هو زعما لا ديوغي اوبتيمال ولا زعما اللي مزيانه باش تسالي فيها الدكتوراه راه هي 3 4 ans، يعني هذيك هي نورمالمون خاصك تجي فيها الدكتوراه، مي فاش تزيد انك تخدم ودير الدكتوراه راه تجي شويه صعيبه. دونك هنا تو ديبون لونكادرون واش تيبغي ولا لا، و تو ديبون عاوتاني لي سوجي، حيت كاين دي سوجي اللي تقدر تكون يعني اللي تيطلبوا مثلا الحضور، يعني انك خاصك ضروري تحضر باش تمانيبيولي، مثلا في البيولوجي ضروري انك تحضر في دي سوجي اللي خاصهم ضروري المانيبيولاسيون، لا بريباراسيون ديال لي رياكتيف و
المهم تياخذوا بزاف ديال الوقت. دونك هنا كيف قلت لكم تو ديبون واش لونكادرون تي اكسبت هذه القضيه ولا لا. مي اون جينيرال جو بونس زعما كاين بزاف ديال لي سالاريي وتيديروا الدكتوراه. فوالا هادو هما لي كاسيون اللي كاين بالنسبه للدكتوراه وزعما اللي تيتسولوا بزاف واللي زعما يقدروا تقدر تسول عليهم. الا كانوا دي كاسيون ما كانوش في هاد لي كاسيون اللي درت قبل تقدروا تحطوهم كيف قلت لكم في الديسكريبسيون في الكومونتير وديك الساعه ان شاء الله نجاوب عليهم. وما تنساوش باللي كاين عندنا واحد الباج فيسبوك وانستغرام حتى هما تنديروا فيهم كالك شوز هكا شويه الميمز اتسيتيرا. ما تنساوش تابوناو فيهم وشكرا بزاف والله يسهل الامور للجميع.